تاخد الخطوه كامل منه. كان تعال نتكلم في التواريخ. بعد تاريخ 14 اكتوبر كان في اتفاق مقابله اولى مقابله ثانيه وحكومه وتشكيل والكلام ده كله وانتخابات وكلام ده. جينا في 3/8 اللي فات 3 اغسطس اللي فات بالظبط اعلنت الحمائم في حماس كلهم استعدادهم لتشكيل حكومه واحده وطنيه مع الاخوه في فتح. أيوة. زي الفل كلام زي الفل وكلام كويس مع كلام محترم في الرؤيه المصريه. يوم 6 اغسطس بعدها ب 72 ساعه وزير الخارجيه الاسرائيلي قابل العمودي في قبرص لنادي العمادي العمادي في قطر قطر هتقول قطر هتقول حماس اللي اتعمل ضد هتقول تركيا هتقول الموساد فريق واحد بسميه زي ما بسميه تركيا قطر العمادي العمادي وحماس فريق واحد. راح العمادي قابل وزير الخارجيه الاسرائيلي في قبرص يوم 6/8 ده الكلام ده بعد 72 ساعه معلن ولا كان معلن يا فندم مصطفى بكر زعه في التلفزيون بالسر يعني كان سري والاستاذ مصطفى بكر زعه في التلفزيون بالسر يعني الكلام اللي بقوله ده بالسر بسر ما ينفعش نقول طبعا لكن ده كلام اتقال علني. المهم بعد 72 ساعه من اعلام الحمائم في حماس ان هم على استعداد يقعدوا يعملوا شكل حكومه واحده وطنيه حصل هذا الكلام. طب تعالى لي بقى لما اتكلمنا في 9 اكتوبر ده تصرف مختلف تماما. حماس بتتفق مع قطر لوحدها وبتتجاهل السلطه ولا كانها موجوده والمساواه وبتاخد فلوسها و يبقى الكلام اللي احنا بنعمله كمصر او كدول عربيه او بتاع قطر بتهده بالفلوس بتحاول تهده لكن الحقيقه ما بتهدش. لا خلينا خلينا قليلين عليها هم بيحاولوا يهدوه بس بيأخروه فعلا بيعطلوه لكن لازم تعتمدوا على الاسرائيليين لكن ماشيين في طريقنا اعتمدوا على الاسرائيليين لانه زي ما حكيت لك الهدف بالاساس المصري من انهاء المصالحه مصر ما زالت توازن بين ملفي المصالحه والتهدئه. ايوه قطر على العكس تماما تريد دفع قطاع غزه الى الانفصال مع حماس وتريد عقد اتفاقات بينها مباشره مع اسرائيل لكن حماس لا تستطيع مش هتمتع عمرها ما تقدر اكيد لك عمر حماس ما هتعمل ده ما تقدرش لان الشعب الفلسطيني وكل فصائله في قطاع غزه سيثور صحيح نعم سيثور على ماذا؟ انا لسه ما خلصتش سيثور على اي على اي حد ينبغي عقد اتفاقات مباشره مع اسرائيل يعلن الانفصال نهائي اردوغان يا ايوه اردوغان يا دكتور يعني انا اتفق مع سيادتك واختلف معاك في نقطه الشعب الفلسطيني الان خلينا نتكلم هو رهينه تحت حكم مسلح حكم ارهابي مسلح ده بتكلم عن غزه طبعا غزه انا عايز فلا حول ولا قوه الا بالله يا دكتور خلي. يعني زي ما احنا كنا في السنه اياهال كان الاخوان كابسين انفسنا الاخوه في غزه الشعب الفلسطيني الشقيق المحترم تحت تبفل حماسي تبفل اردوغان لم يترك فرصه دون ان يتاجر بالقضيه الفلسطينيه طبعا امام وسائل الاعلام ولم يأهل بانه يعني ينزل دموع مزيفه قدام الناس وامام وسائل الاعلام دموع تماسيح يعني دموع تماسيح حلوه